السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله معايا اول فيديو مشتريت عندي على القناة، هيعجبكم جدا ان شاء الله يعني، وتاخدوا منه حاجات وافكار وتستفادوا طبعا من الاسعار. طبعا زي ما انتوا كده شايفين الحاجات دي انا مش جايباها يعني كلها من مكان واحد، انا جايباها من كذا مكان. يعني في حاجات من معرض الشروق في السيدة عائشة اللي انا عملت امبارح مع عنه فيديو، وفي حاجات جايباها من على جروب على الفيسبوك، برضو جروب حلو قوي واسعاره برضو حلوة. وفي كام حاجه كده كنت جايبها من العتبه لما نزلت برضو، يعني جايبها من فتره بس طبعا لسه ما عملتش فيها اي حاجه، كنت شايلاها عشان لما اعمل ان شاء الله معاكم الفيديو المشتريات يعني يكون في كذا حاجه. نبتدي مع بعض بقى. اول حاجه ده استند كده انا جبته برضو من معرض الشروق، ده حلو جدا وتقيل كده، ده ب 45 جنيه، ده قبل الخصم. بعد الخصم عامل حوالي 33 جنيه او 34. هما عندهم الايام دي خصم على كل حاجة بصراحة، خصم جميل جدا وخصم 25% على كل حاجة. فده اول حاجة انا جبته اهو، اول حاجة يعني عرضتها معاكم الستاند الجميل ده، حلو جدا. هو ست يعني علقات كده، جميل اوي بصراحة. وجبت له برضو الطقم ده، طقم المجات ده برضو عجبني اوي، جميل جدا جدا. انا اصلا بحب المجات الصغيره دي، بحس ان هي يعني مثلا ايه، في حاجات مش بحب اشربها في مج كبير، فده جميل قوي. الستة كده على بعض هو المفروض ان الواحد ب 26 جنيه، شكله حلو قوي وشكله رقيق جدا وحجمه كمان صغنن كده، هو بورسلين جميل جدا بصراحة. هو الواحد المفروض مكتوب عليه 22 جنيه، 22، فبعد الخصم ب 16 جنيه، جميل جدا. انا جبت الستة دول ب 96 جنيه، جميل. واشكال بقى والوان وممكن كمان تغيري، فانا قلت يعني حلو قوي على الستاند كده الستة دول، وبحب انا الحجم الصغنن ده لان كل اللي عندي كبير، فكان نفسي اجيب حاجة زي كده. خلاص كده انا هشيل بقى كده المجات اللي انا جبتها دي من برضك من معرض الشروق يعني. وجبت برضو الست كوبايات دول من هناك، برضو حلوين قوي قوي بطريقة يعني عجبتني جدا الصراحة. شكلهم جميل قوي وشكلهم كمان جديد يعني، فانا جبت منهم ستة كده على بعض. بص شكل الكوباية جميل قوي، جاي كده بعوجة، شكله حلو قوي قوي بصراحة، عجبني جدا. وفي نفس الوقت شكله يعني جديد مش تقليدي. جبت برضو منه ستة، الستة دول قبل العرض ب 35، بعد العرض مج وردة ده ما كانش عليه عروض، الازاز ما كانش عليه عروض، هو اللي عليه عروض البلاستيكات هناك، فده ما كانش عليه عرض هناك. الازاز لا تقريبا، هو العروض كلها هناك على البلاستيكات لحد اخر الشهر ده. بس الطقم بصراحة حلو قوي وشكله كمان عجبني جدا. نشيله برضو هو كمان كده عشان نشوف برضو غيره. وجبت بقى النشابة دي من هناك برضو، كان نفسي اجيبها قوي، جميلة جدا كده وسهلة كده في الاستعمال. دي بتاعت البيتزا طبعا او اي حاجة يعني معجنات، دي برضو كان عليها عرض بس مش عرض جامد قوي يعني، دي كانت مكتوب عليها 38 وهي كانت اديها لي ب 35، بس طبعا يعني حلو مش وحش، بس طبعا سعرها يعني يعتبر عادي مش عرض، لان انا شفتها بتتباع بره ب 35 جنيه اصلا. بس هي كخامة يعني واستعمالها اكيد حلو جدا واكيد كلنا عارفينها، جميلة قوي بصراحة. وجبت برضو الثلاث علب دول، هو المفروض ان هي بالعلبة بس انا يعني ايه جبت ثلاثة عشان عايزة اعملهم زي طقم كده، ما حبيتش ان انا اجيب الطقم اللي هو الصاج اللي هو منتشر قوي ده، يعني منتشر جدا جدا بصراحة في مطابخ الناس كلها، فانا ايه يعني حبيت اغير كده شوية. فجبت الثلاثة دول، الواحد ب 35 جنيه اهو، باين يا رب بس يكون باين، ده ب 35 الواحد اصلا. بس هو جميل جدا وخامته حلوة قوي. ده سيليكون اهو،
سيليكون زي ما قلت لكم، شكلها حلو او رقيقة جدا بصراحة. كل اشكالها حلوة جدا. دي تقريبا كده ملامين يعني، بس هي نظيفة قوي. وبصوا حتى بي بي 5 يعني صحية جدا، وتخش كمان الميكرويف وكل حاجة. بس طبعا احنا مش هنحط ده، مش هندخلها يعني ميكرويف، دي هتحط فيها توابل او مثلا ممكن ملح او سكر او اي حاجة او شاي. جبت منها 3، جبت برضو الشكل ده، انا اللي يعني عملت الشكل ده كده مع بعض، قلت عشان يعني كأنه طقم كده، هو شكله حلو قوي وشكله كده مبهج كده بصراحة. انا اصلا من عشاق بصراحة اللون البينك، بحبه قوي قوي. وبحب اللون الفوشيا، بحب الالوان الحلوة دي اللي هي بتحس بفرحة كده لما بنشوفها. وجبت برضو اهو ده شكل تاني برضو، هي المحكمة قوي بصراحة في القفل والفتح، يعني جميلة جدا. نشيلهم برضو كده على جنب. وجبت برضو المنظم ده، جميل قوي قوي. يعني استعمله كتير جدا جدا، شكله كمان جميل قوي قوي، وبيتشال كده من هنا كده. طبعا ممكن بقى تحطي دوت فيه كل حاجة المنظفات، يعني مثلا هنا ممكن احط الصابون بقى والبريل والحاجات دي كلها، وهنا مثلا الاسبونشه بتاعت المواعين، يعني الحاجه اللي بنحطها تحت الحوض من الاخر. بس هو جميل قوي ده. طبعا ده عليه خصم، ده ب 30 تقريبا، ب 25 عليه خصم 25 جنيه، بس حلو قوي يعني سعره شايفاه حلو. وجبت برضو المنظمات دي برضو من هناك، شكلها عجبني عشان جديدة يعني. اول مرة كنت اشوف الحظ اللي هو بتاعها كده يكون ملون بس، يعني كل اللي بنشوفه بيكون يعني لون واحد. ده عجبني قوي شكله صراحة، شكله حلو قوي، الوانه كمان جميلة، فاغراني يعني. فجبت منه ال3 الوان دول، قلت حتى لما تحطوا في ظرفة يبقى شكلهم كمان حلو ويدوا كده احساس بالبهجة. ده المفروض ب 15 جنيه، بس برضو كان عليه خصم 25%، يعني بحوالي جبته ب 12 جنيه او حاجة زي كده. بصراحة مش معايا فاتورتهم دلوقتي يعني، بس هو يعني ايه ب 15 وعليه خصم 25%. وجبت برضو المج ده من هناك، برضو جميل جدا. وحجمه يعني اللي هو طويل كده، فشكله حلو اوي عجبني. انا ما عنديش يعني الشكل ده او الستايل ده، عندي كل اللي هو يعني قد كده مثلا وتخين بقى، لكن ده عجبني عشان طويل كده ورفيع، فشكله حلو قوي للكوفي ميكس او الكابتشينو والحاجات دي. وجبت برضو ده من هناك، ده برضو من معرض الشروق. جبت 3 برضو، حجمهم حلو جدا، يعني مثلا لو تحطوا كده فيهم ازازتين زيت هتاخد ازازتين زيت مستريح جدا. هو سعر الواحد ب 6 جنيه، بس تقريبا ده برضو عليه خصم 25% تقريبا، برضو جبته ب 5 او 4.5 حاجة زي كده. هو بصراحة هناك الخصم اللي من دول هناك على البلاستيكات بس، وبرضو على كذا حاجة تانية بس مش كتير يعني، بس الخصم الاكبر يعني هناك على البلاستيكات بس. عندهم حاجات جميلة اوي وتشكيلة حلوة اوي بصراحة، يعني تروحي هناك تجيبي كل حاجة. وجبت برضو الطقم العلب ده، جميل جدا ده، برضو كان ب 35 اهو قبل الخصم، بعد الخصم ب 25 جنيه. طبعا اكيد كلكم عارفينه يعني، كان عندي منه زمان، بس طبعا بقى يعني مش عارفة راح فين بصراحة، اختفى. فجبت واحد تاني منه لانه كان حلو جدا وعملي، وكان بيعجبني قوي في حتة القفل بتاعته، يعني بيتقفل كده جميل جدا كده خلاص. بصوا اتقفل بقى كويس قوي. برضو جبت منه طقم كده، ودي العلبة الصغيرة بتاعته، جميل قوي. جبت برضو منه الطقم ده اهو كده، شوفت مطولش عليكم. وطبعا دي كلكم عارفين بقى الحاجات الجميلة دي، دي انا كنت جايباهم بصراحة من العتبة، دي كانت ب 10 جنيه من هناك، ودي كانت ب 10 برضو. والعجلة بقى دي اللي انا جبتها من هناك برضو ب 15، دي برضو من العتبة، الحاجات دي من العتبة ب 15 جنيه.
العجلة والفازة والإبريق ده ب10 جنيه الواحد. وجبت بقى دي كمان، جبت طقم الفوط ده، ده من الشروق، ده برضه من الشروق. سوري الكاميرا كانت هتقع. برضه هفتحه معاكم. ده 6 فوط، 6 فوط ب45 جنيه. هو برضه كان عليها خصم هناك تقريبا، هشوف برضه كام في الفاتورة. مغناطيس حامل فوط، لا ما كانش عليها عرض الصراحة، دي ما كانش عليها عرض، دي ب45 جبتها ب45. هو فعلا قال لي بصراحة الخصم هناك على البلاستيكات بس. هفتحها لكم برضو ونشوف حجمها كده قد ايه. بس انا شايفاهم حلوين يعني، 6 فوط حلوين مش وحشين اهو. ده كده حجم الفوطة حلوة، مش وحشة يعني، هي طويلة لكن مش عريضة قوي، بس هي شكلها حلو والوانها كمان جميلة قوي. الوانها بقى حلوة قوي بصراحة. الاصفر والموف والبستاج دوت واللبني والبينك الوانهم حلوة جدا. هم 6 فوط ولا 5؟ لا 5 فوط، هما 5 فوط بس حلوين والله، سعرهم يعني حلو. ودي كنت برضو جايباها من معرض الشروق، جبتها برضو من ضمن البلاستيكات يعني، زي منظم كده بس منظم مربع، بس حلو قوي عجبني برضو قوي. هو اهو كده مربع اهو كده. إيه عجبني الشغل بتاعه، شغل بتاعه شغل جديد كده، والماتيريال بتاعته عالية قوي على فكرة يعني، حاجة نظيفة. ده ب25 قبل الخصم، بعد الخصم تقريبا ده عامل 20 جنيه اهو. جميل جدا بصراحة، حلو قوي. وجبت برضو دي بولت اللي هي المعيار، برضو جميلة جدا هي، بصوا بالمعيار اهي، جميلة برضو قوي وحجمها حلو يعني، انا قلت ممكن اعمل فيها كيك او اي حاجة. جميلة بصراحة، وب20 جنيه برضو قبل الخصم. مش عارفة كانت عاملة كام، تقريبا كانت عاملة 28، بعد الخصم ب20. وبصراحة كل المنتجات هناك الوطنية يا اما حلو النجم، حاجات كلها نظيفة جدا وكلها BB5 يعني، حاجات حلوة قوي كلها، حاجات صحية. دي بقى انا برضو جبتها من هناك طبعا، دي كان نفسي اجيبها جدا، كنت بحلم اجيبها فالحمد لله جبتها. دي ب28 قبل الخصم، بعد الخصم ب21 جنيه. جميلة قوي بصراحة، وفي كل الالوان هناك، الوان كتير قوي قوي. دي بقى انا كنت جايباها من الجروب اللي انا قلت لكم عليه اللي هو على الفيس، برضو جروب حلو قوي. ودي علبة برضو جميلة جدا اهي، علبة حلوة قوي بصراحة. العلبة دي كانت ب80 جنيه، بس هي كبيرة قوي يعني، تاخد كمية كبيرة، وشكلها كمان حلو قوي. انا بحب اللون البينك جدا زي ما قلت لكم، بحس كده براحة نفسية ما بشوفه. وجبت برضو دي من عندهم من نفس الجروب، هشيل بقى كده. هشيل الكيس كده معاكو برضو. دي السبورة المفروض يعني بتتحط كده كده، هو اصلا المفروض ان هي يعني بتستخدمها في اي حاجة يعني، هي بتتحط مثلا ممكن في اوضة نوم عادي تتحط، مثلا لو نسي اي حاجة تكتبي لجوزك مثلا لما يصحى من النوم بقى يشوف انتي عايزة ايه كده يعني. بس انا بصراحة جايبها للمطبخ عشان برضو عايزة اكتب عليها اسمي كده، او اسم يعني القناة، تبقى حاجة شكلها حلو. كان نفسي اجيب اول ايه الابريق منها، بس كانت خلصانة بصراحة عندها، فقالت لي الكيتي موجودة، قلت لها خلاص ماشي هاتيها الميكي ده، قلت لها حلو. وطبعا جبت حاجة كان نفسي اجيبها جدا من زمان قوي، المطبقية دي كان نفسي اجيب مطبقية او بلاستيك اصفي عليها، لان انا جبت فوط كتير جدا
ملهاش اي لازمه. الفوط اللي هي بتاعت النصفه دي ما حبيتهاش خالص، مش عارفه كل الانواع منها مهما يكون النوع نظيف برضو في الاخر بيعمل ريحه كده انا ما بحبهاش بصراحه، لكن وبرميهم وبجيب غيرها يعني فحرام. فانا قلت بصراحه اجيب احسن مطبقيه زي كده اصفي عليها براحتي اللي انا عايزاه. هو ده شكلها، اصفي عليها بقى الحاجه اللي انا عايزاها وبعد كده اشيل الحاجه ايه في مكانها او اخلي فيها استعمالي على طول اللي انا بستعمله، لان طبعا المطبقيه التانيه بتبقى عاليه، لكن دي احطها كده جنب الحوض اصفي عليها الحاجه اللي انا ايه بغسلها على طول. ده شكلها. برضو هعملها واوريكم شكلها دلوقتي، او ممكن اعملها ان شاء الله في الفيديو الجاي لما ان شاء الله نعمل مع بعض المطبخ، هتشوفوها شكلها يبقى عامل ازاي. انا اخترت اللون ده، اللون ده كنت مختاره بصراحه لون البينك، بس هو كان خلصان يعني، او هي قالت لي مفيش غير اللون ده واللون اللبني، فانا قلت ده يعني اقرب شويه للبينك فخلاص ايه قلت لها هاتي لي اللون ده. بس هي حلوه قوي قوي بصراحه، ودي العلاقات بتاعتها هو الشكل ده بالظبط. هي دي المطبقيه. وبرده جبت الكرسي التركي اللي انا برده كان نفسي اجيبه قوي، او الكنبه التركي اللي هي دي. الاول بس هقول لك على تمن المطبقيه. المطبقيه دي ب160 جنيه، انا مش عارفه بقى هي غاليه ولا رخيصه، بس انا جايباها من على جروب على الفيسبوك، وهي تركي يعني هي خامتها حلوه جدا، الماتيريال بتاعتها عاليه شويه يعني نظيفه. انا شفت يعني في معرض الشروق اشكال كتير، بس اللي هي التقليديه دي شكلها حلو قوي وجديده، عشان كده ايه طلبتها. وده برضو الكنبه اللي هي طبعا التركي دي، انا جايباها اللي هي التركي اللي هو النوع اللي هو الاصلي، لان في النوع اللي هو المصري وفي النوع ده، فالنوع ده طبعا انضف بكتير. انا شفت الاتنين على الطبيعه فرق شاسع، فرق شاسع بصراحه. والمصري ب40 جنيه ودي ب80 جنيه، اهي جميله جدا بصراحه، والماتيريال بتاعتها فعلا نظيفه قوي. يعني مش عارفه ليه المصري ما تعملش حاجه نظيفه زي كده، يعني ليه كل حاجه اللي جايه مستورده هي اللي بتبقى حلوه، بس هي دي فعلا انضف بكتير. حتى لون البينك بتاعها لون بينك كده جميل هادي، لكن التاني لونه مش حلو برضو. بس كده، ودي الحاجه اللي انا جبتها، ودي برضو جبتهم من هناك من قدام العتبه، دي ب5 جنيه الواحده. ده شمع كده عجبني قوي شكله، بينور كده بالكهرباء، قلت برضو يتحط كده في المطبخ هيدي ضي تحفه، مثلا واحط في النص فازه زي كده او اي حاجه يعني. لسه بقى هرتب كده وان شاء الله هرتب مع بعض ونشوف مع بعض اللي احنا هنعمله. وجبت برضو الميداليات دي من معرض الشروق، الواحده ب5 جنيه، هي جميله جدا عجبتني قوي يعني، ب5 جنيه الواحده، وفي نفس الوقت يعني جميله كده. تقريبا دي خشب ومكتوب بقى عليها الكلام ده، غدا اكثر اشراكم ان شاء الله. يا رب بقى الفيديو يكون كده عجبكم، والمشتريات تكون عجبتكم، وتكونوا استفدتوا برضو كامل الاسعار. وبرضو يعني انصحكم تروحوا المعرض ده، معرض حلو قوي يعني، لو قريب ليكي روحي المعرض اللي هو في السيدة عائشة، معرض الشروق. لو مش قريب ليكي، لو انت يعني بتدوري على بلاستيكات، هما فعلا عندهم عروض حلو قوي على البلاستيكات كتير قوي كمان، فلو بتدوري على عروض روحي معرض الشروق. وفي برضو فرع في المقطم قدام بيتك على طول، هو حلو قوي بصراحه، وحاجتهم كمان نظيفه جدا كلها يعني حاجات حلوه. بس كده، والفيديو يكون خلص معاكم. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد بقى في توضيبات المطبخ، هنعمل بقى شغل حلو جدا فيه، وعشان طبعا رمضان بقى. كل سنه وانتم طيبين، وباي باي ومع الف سلامه.